السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا الكاميرا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا، فاجعل بفضلك كل صعب علينا سهلا. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. اجعلنا اللهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وافتح اللهم لقولنا قلوبا غلفاء وأعينا عمياء وأذانا صماء، واجمعنا اللهم هذا الجمع الكريم الطيب المبارك في الدنيا دائما على طاعتك، وفي الآخرة مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. كيف الحال؟ الحمد لله بخير ان شاء الله. الحمد لله. طيب، اليوم إن شاء الله سنكمل بعض التدريبات ونبدأ في الدرس الجديد إن شاء الله، وهو درس عند الطبيب إن شاء الله. تمام. طيب أختي مرني، السلام عليكم. وعليكم السلام. أمس نحن درسنا يختلف شيء عن شيء، أما فا ها. بسم الله. يختلف على الحليب عن القهوة مرة بسكر. أخرى، يختلف على حليب. من على؟ perbedaan antara susu dengan kopi. يختلف الحليب عن يختلف الحليب عن القهوة بسكري أما الحليب فمفيدة وأما القهوة بسكري فضارة. مرة أخرى. نعم. يختلف الحليب يختلف الحليب عن القهوة يختلف بسكر. الحليب عن القهوة. حليب. يختلف الحليب عن القهوة بسكر أما الحليب فمفيدة وأما القهوة بسكر فضارة. أحسنت، بارك الله فيك. أم حذيفة. نعم شيخ. يختلف يختلف القمر عن الشمس. يختلف لا 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 يختلف يختلف قمر القمر عن الشمس. ها. يختلف القمر قمر عن الشمس، أما القمر فينيرنا في الليل، وأما الشمس تنيرنا في النهار. تنير في الصباح، لا بأس. طيب أختي عائشة. لا بك يا شيخ. تفضلي. بسم الله. بسم الله. يختلف أبو بكر عن عمر بن الخطاب، أما أبو بكر فهو لمبوت. itu apa شيخ؟ شيخ؟ ماذا؟ لمبوت لمبوت. طيب قولي كل الجملة، أما أبو بكر ثم أما عمر. أوكي. يختلف أبو بكر عن عمر بن الخطاب، أما أبو بكر لمبوت لمبوت. itu apa شيخ؟ ممكن مثلا نقول فلطيف مثلا. نعم. أما أبو بكر فلطيف، وأما عمر ف شديد. أبا شديد. آه
yaitu syadidun. Jadi, ahsanti barakallahu fiki. Baik. Barakallahu. Al-yawm insyaallah sanadrusu darsan jadidan wa huwa la an-nafiyah. La an-nafiyah. An-nafiyah. Intabihu qalilan huna, ikhwan. هل تشاهدون جيدا حاسوبي؟ نعم نشاهد. طيب التدريب الثالث أجب عن الأسئلة دي مستخدما لا النافية، مستخدما لا النافية كما في المثال. طيب المثال: هل تشرب القهوة في الليل؟ هل تشرب القهوة في الليل؟ لا لا أشرب القهوة في الليل. مرة أخرى: لا 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 أشرب القهوة في الليل. طيب ننظر هنا، في اللغة العربية إخوان وأخوات لدينا لا النافية، لا النافية. طيب مثال: لو أنا أقول المسلم يشرب، بسم الله، المسلم يشرب الخمرة، هل هذا صحيح؟ حتى إذا المسلم لا يشرب الخمرة، صحيح؟ صحيح. طيب لا النافية، عندما أضع لا النافية سأقول هكذا: المسلم، انتبه، المسلم لا يشرب الخمرة، المسلم لا يشرب الخمرة. لا هنا اسمها لا النافية، لا النافية. النافية ما معنى لا النافية؟ يعني هو لا يفعل، هو لا لا يفعل. جيد. طيب لو أنا أقول لك، انتبه، الطالب يكتب الواجب، ثم أقول إن في هذه الجملة، إن في هذه الجملة، ما معنى إن في؟ يعني اجعلها نفيا، أو أريد لا النافية. طيب أخي فرمان: الطالب لا يكتب الجملة واجب. مرة أخرى: الطالب لا يكتب الواجب. سند. إذن هكذا نقول: الطالب لا يكتب الواجب. طيب ننتبه هنا، لا هنا بعدها فعل، صحيح؟ صحيح. ماضي أو مضارع؟ مضارع. جيد. طيب ثم لو أنا أقول البنت ترجع متأخرا، ثم أطلب منك أن تنفي هذه الجملة، ماذا سنقول يا أختي مرني؟ البنت لا ترجع متأخرا. لا ترجع، ها؟ لا ترجع متأخرا. إذن هذه اسمها لا ماذا؟ لا نافية. لا النافية. نافية. لا نافية. طيب لا النافية يا إخوان يا أخوات، لا
النافية تساوي لا يفعل. لا يفعل، جيد؟ طيب أيضا لا النافية بعدها مضارع مرفوع، مرفوع مضارع ماذا؟ مرفوع، جيد؟ فنقول البنت لا ترجع متأخرا، جيد؟ طيب لو أنا قلت في سورة النساء لا يحب الله الجهر بالسوء، الجهر بالسوء من القول، جيد؟ أين لا النافية هنا يا أختي زهرة؟ لا يحب، لا فقط، وبعدها يحب مضارع ماذا؟ مضارع مرفوع، مضارع مرفوع، مرفوع، جيد. طيب لو أنا قلت الطالب يشتكي من صديقه إلى، طيب كيف نقول لا نافية يا أختي عائشة؟ الطالب لا يشتكي من صديقه إلى، لا يشتكي من صديقه. طبعا ممكن أحد الطلاب يسأل شيخ أين المضارع المرفوع؟ نعم هذا فعل مضارع مرفوع، ولكن لا يجوز أن نكتب الضمة هنا، نعم لا يجوز، تمام؟ هذا اسمه إعراب مقدر، إعراب ضمة مقدر، جيد؟ الضمة مقدرة، جيد؟ طيب ننظر في الكتاب هنا، هو يقول أجب عن الأسئلة مستخدما للنافية كما في المثال، تمام؟ طيب واحد، هل تتناول العسل في الغداء؟ هل تتناول العسل في الغداء؟ ها كيف الجواب أختي رانيا؟ لا، لا تتناول العسل في الغداء. طيب مرة أخرى، هو يقول هل تتناول أنت؟ كيف الجواب؟ نعم، لا، لا أتناول العسل في الغداء. جيد، طيب أحسنتي. أين لا النافية؟ الأولى أو الثانية؟ الثانية. ها إخوان وأخوات، لا النافية أين هي؟ الأولى أو الثانية؟ الثانية. 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 لا الأولى هي جواب هل. نعم. جواب هل. جواب هل نعم أو لا، صحيح؟ صحيح. لا الأولى جواب هل. لكن لا النافية هي لا الثانية. نعم. صحيح؟ طيب. نعم. لا. أخي أبو رفيف. هل يشتكي عامر من بطنه؟ لا، لا يشتكي عامر من بطنه. سن ثلاثة، شيخ القادم. هل توجد محا هل توج هل توجد محلات كثيرة؟ محلات. هل توجد محلات كثيرة لبيع العسل؟ لا، لا توجد محلات كثيرة. محلات، هذا شدة يا. شدة. لا، لا توجد محلات كثيرة لبيع العسل. ما معنى محلات يا شيخ؟ جمع محل، توكو توكو. توكو توكو. طيب أربعة، أخي بوو.
هل يذهب الطلاب إلى المكتبة كل يوم؟ كل يوم. هل يذهب الطلاب إلى المكتبة كل يوم؟ لا يذهب الطلاب لا يذهب الطلاب إلى المكتبة كل يوم. طيب خمسة. أنت عائشة. هل تتناول مريم السكريات؟ لا تتناول مريم السكريات. طيب التدريب الرابع، اقرأي رأس السؤال يا أختي مرني. تدريب الرابع، أكمل الجملة التالية بأفعال مناسبة كما في المثال. المثال أفعال مناسبة. مناسبة. تدريب الرابع، أكمل الجملة التالية بأفعال مناسبة كما في مناسبة. مناسبة. نعم. كما في المثال. كما في المثال. المثال: لا زينب أن تكون نحيفة. لا تريد زينب أن تكون نحيفة. طيب ها واحد. لا زينب الرياضة. ها أريد فعلا مناسبا. ها ماذا نقول؟ لا أريد زينب الرياضة. صحيح، ولكن يمكن أن نقول لا تمارس. صحيح؟ صحيح. لا تمارس زينب. زينب الرياضة. الرياضة، جيد، أحسنتي. طيب اثنان، أختي رانيا. لا مريم أن تكون سمينة. لا تريد جيد. لا تريد مريم أن تكون سمينة. جيد ما شاء الله. طيب ثلاثة، أخي فرمان. لا بعلمي في بطنه الآن. لا يشعر بعلمي في بطنه الآن. أحسنت، لا يشعر. جيد، أحسنت، بارك الله فيك. طيب أربعة، أختي زهرة. لا فاطمة الحليب وعصير الفواكه. لا تتناول فاطمة الحليب وعصير الفواكه. جيد، خمسة، أختي فيني. لا المريض اللحم والبيض. لا يأكل المريض اللحم والبيض. لا يأكل، أحسنتي، بارك الله فيك، ما شاء الله. طيب بعد ذلك ننتي بينا في درس عربي. التدريب الخامس، كون جملا كما في المثال. كون جملا كما في المثال. افعل جملتان. طيب بسم الله. واحد، أختي مرني. واحد أريد. مثال: أحب السفر بالجو ولا أحب السفر بالبحر. إذا نعم. أريد ولا أريد. ها. نعم. أريد أن تكون سمينة ولا أريد أن تكون نحيفة. طيب أختي مرني، أنا أريد سيما. كم من جديد؟ نعم.
Ugidu an akuna. An akuna saminatan wala ugidu an akuna nakhifatan. Kan boleh sih. Saya kamu. Ukhti Aisyah, maaf sebentar ya, sebentar ya. Kemudian mara terakhir. Oh, nah. Ugidu an akuna saminatan wala ugidu an akuna nakhifatan. Ya, jayid, barakallahu fiki. طيب بعد ذلك أدرس ها أخي نور القادم أدرس اللغة العربية ولا أدرس اللغة الصينية 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 نعم مرة أخرى أدرس اللغة العربية ولا أدرس اللغة الصينية ولا أدرس اللغة الصينية أحسنت طيب ثلاثة أخي أبو رفيف أشتري أشتري الحليب في السوق ولا أشتري القهوة في السوق أشتري الحليب في السوق ولا أشتري القهوة ممتاز بارك الله فيك طيب بعد ذلك أربعة أخي مو أشعر بألم صدري ولا أشعر بألم بألم في قلبي طيب مرة أخرى أشعر أشعر بألم في صدري ولا يشعر ب ولا أشعر بألم في قلبي ولا أشعر بألم في قلبي أحسن طيب خمسة أستطيع أختي أم حذيفة أستطيع أن أمشي ولا أستطيع أن أجري ما شاء الله أستطيع مرة أخرى أن أمشي ولا أن أمشي ولا أستطيع أن أجري ولا أستطيع أن أجري أن أجري طيب عند الطبيب هذا هو درس اليوم إن شاء الله عند الطبيب هذا حوار بين الطبيب والمريض حوار بين الطبيب والمريض جيد طيب بسم الله انظر واستمع وأعد الضغط مرتفع والسكري أيضا ماذا حدث؟ تناولت دواء الضغط ودواء السكري. أعتقد أنك لم تتبع الحمية. هذا صحيح. فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة. حاولت ذلك ولكن لم أستطع فأنا مشغول دائما. حالتك خطيرة. لا بد من الحمية ولا بد من الرياضة. الدواء وحده لا يكفي. ماذا أفعل يا دكتور؟ اتبع الحمية ومارس الرياضة وتناول الدواء وقابلني بعد شهر. بعد شهر يقابل المريض الطبيب. الضغط عادي وكذلك السكري. ما شاء الله. ماذا فعلت؟ اتبعت الحمية
ومارست الرياضة وتناولت الدواء. أحسنت. قابلني بعد 6 أشهر إن شاء الله وجزاك الله خيرا. طيب بسم الله. أختي عائشة أنت تقولين كلام الطبيب، وأختي رانيا أنت تقولين كلام المريض. بسم الله. عم يا شيخ. بسم الله. الضغط مرتفع والسكري أيضا، ماذا حدث؟ تناولت دواء الضغط ودواء السكري. أعتقد أعتقد أنك لم تتبع الحمية. هذا صحيح، فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة أيضا. حاولت ذلك ولكن لم أستطع، فأنا مشغول دائما. حاولتك خطيرة. حالتك خطيرة، لابد من الحمية ولابد من الرياضة، الدواء وحده لا يكفي. ماذا أفعل يا دكتور؟ لا، ماذا أفعل يا دكتور؟ اتبع الحمية ومارس الرياضة. اتبع الحمية ومارس الرياضة وتناول الدواء وقابلني بعد شهر. بعد شهر يقابل المريض الطبيبة. الضغط عادي وكذلك السكري، ما شاء الله. ماذا فعلت؟ اتبعت الحمية ومارست الرياضة وتناولت الدواء. أحسنت. قابلني بعد 6 أشهر إن شاء الله وجزاك الله خيرا. بسم الله. بسم الله. عند الطبيب. إذن عندما نقرأ هذا العنوان، إذن الدرس يتكلم عن الطبيب، صحيح؟ صحيح. طيب ماذا يقول الطبيب يا أم حذيفة؟ قال الطبيب: الضغط مرتفع والسكري أيضا، ماذا حدث؟ طيب قبل ذلك نحن درسنا الفعل ارتفع، صحيح؟ صحيح. آه طيب قلنا أن الفعل ارتفع يا أختي رانيا. رانيا؟ نعم شيخ. أها. كلمة مرتفع هذا اسم أو فعل؟ اسم. اسم. إذن مرتفع اسم. طيب مثال لو أنا أقول مثلا درجة الحرارة، مثلا درجة الحرارة 40، إذن درجة الحرارة ماذا؟ مرتفع. مؤنث. مرتفعة. صحيح، درجة الحرارة مرتفعة. طيب نعم. ما مضاد مرتفع يا أختي رانيا؟ أبي لا شيخ.
منخفض شيء. طيب درجة الحرارة مرتفعة، إذا مرتفع والمضاد منخفض، المضاد ماذا؟ منخفض. منخفض. طيب اختمرني، مرتفع كيف الماضي؟ ارتفع. ارتفع المضارع؟ يرتفع. يرتفع الأمر؟ ارتفع. يرتفع والمصدر؟ مرتفع. لا مصدر. المصدر مرتفع، هذا اسم فاعل، لكن ما المصدر يا أختي مرني؟ بسم الله. ارتفع. مرة أخرى. ارتفع. هذا على وزن افتعل، إذن افتعل. ارتفع. ارتفاع. هكذا جيد. ارتفاع. طيب أخينا القادم، منخفض كيف الفعل؟ انخفض. انخفض. مرة أخرى. انخفض. مضارع. ينخفض. ينخفض. أحسنت. ينخفض الأمر. انخفض. انخفض. والمصدر. انخفاض. انخفاض. بارك الله فيك. احسنت. انخفاض. جميل ما شاء الله. طيب هو يقول الضغط مرتفع، صحيح؟ صحيح. والسكري ايضا، ماذا حدث؟ مرة اخرى، ماذا حدث؟ طيب يا أبا رفيف، ما معنى هذه الجملة؟ ماذا حدث؟ هل تعرفه؟ في إندونيسيا. ماذا؟ في إندونيسيا. نعم. apa yang terjadi؟ أو apa masalah؟ يا. ماذا حدث؟ مثلاً، مثال، لدينا طفل يبكي، طفل حزين، يا حزين. الأم تقول له لماذا أنت حزين، صحيح؟ صحيح. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ طيب أيضا يمكن أن أقول ماذا هناك؟ مرة أخرى، ماذا هناك؟ ما المعنى يا أستاذ؟ المعنى ماذا حدث أيضا، ماذا هناك أو ماذا حدث. طيب أنا أشاهد مثلا رجل في المستشفى، رجل صديقي هو في المستشفى، صحيح؟ صحيح. أنا أريد أن أعرف هل هو مريض أو لا، صحيح؟ صحيح. يمكن أن أسأل ما المشكلة؟ لماذا أنت هنا؟ صحيح؟ صحيح. أسأله ماذا هناك؟ ماذا حدث؟ أتو ما المشكلة؟ ما المشكلة هي؟ جيد؟ طيب إذن يمكن أن أقول ماذا حدث؟ جيد؟ ماذا هناك؟ ما المشكلة؟ جيد؟ جيد. طيب بعد ذلك، إذن الآن ما مشكلة المريض أخي فرمان؟ المشكلة الدواء ضغط
الضغط مرتفع والسكري أيضا. الضغط مرتفع والسكري أيضا، صحيح؟ طيب أخي فرمان، ما الطعام الذي يجعل السكري مرتفعا؟ السكر وقهوة والطعام الأرز، الأرز كثيرا، والخبز والكعكة. والكعكة، ما شاء الله. جيد، أحسنت. طيب أختي زهرة، ما الطعام الذي يجعل السكري ينخفض؟ الطعام فيه ملح. لا أسمع. الطعام فيه ملح. طعام فيه ملح؟ نعم. يجعل السكري ينخفض، جيد؟ طيب، ولكن طبعا ليس كثيرا، لماذا؟ مثلا لو هناك رجل لديه الضغط والسكري، جيد؟ لو هو يأكل ملحا جرام كثيرا، إذا الضغط سيكون مرتفعا، جيد؟ وبعد ذلك الضغط مرتفع، لابد أن يأكل سكرا مثلا قليلا، لو هو يأكل سكرا كثيرا السكري مرتفع، جيد؟ طيب ماذا يقول المريض بعد ذلك أخي بو؟ المريض يقول تناولت دواء الضغط ودواء السكري. جيد، إذا تناولت دواء الضغط ودواء السكري، ثم أكمل أخي بو. الطبيب يقول ثم الطبيب يقول أعتقد أنك لم تتبع الحمية. طيب أعتقد أنك لم تتبع الحمية، صحيح؟ طيب انتبهوا يا إخوان ويا أخوات، عندنا الفعل يعتقد، يعتقد أن، يعتقد أن، جيد؟ جيد. هذا الفعل في اللغة العربية ويا أخوات له معنيان، له معنيان، معنيان. المعنى الأول يقين، المعنى الأول ماذا؟ يقين، جيد؟ جيد. مثال، لو أنا أقول، أنا سأسألكم سؤالا، كم إله في الإسلام؟ واحد فقط. واحد، صحيح؟ فأنا أقول هكذا، أعتقد أن الله واحد. هنا يقين، عقيدة، ده عقيدة؟ عقيدة دري الفعل اعتقد، جيد؟ إذا أعتقد أن، أعتقد أن الله واحد، جدي إتو عقيدة أو يقين، يقين، يا. طيب مثال آخر، هل القرآن كلام محمد أو كلام محمود؟ كلام الله. إذن كيف أقول هذا في جملة أختي عائشة؟ أعتقد أن القرآن كلام الله. أعتقد أن القرآن كلام الله، هكذا. إذن هنا يقين أو لا؟ يقين. 100% يقين. إذن أعتقد أن القرآن كلام الله، جيد؟ طيب إذن هنا يقين. طيب مثلا في مصر يوجد أشخاص كثيرون من آسيا، ada banyak orang dari Asia ya، ولكن مثلا لو أنا أشاهد رجلا من آسيا، مثلا من إندونيسيا، من ماليزيا،
من تايلاند مثلا. انا اقول اعتقد انه اندونيسي. هل لدي يقين؟ لا. لا. هل لدي يقين؟ لا. لا. طيب انتبهوا يا اخواني يا اخوات، في لغة اندونيسيا يوجد كلمة يقين، صحيح؟ صحيح. ويقين ايضا باللغة العربية، يقين يعني 100%، صحيح؟ صحيح. ما مضاد يقين باللغة العربية؟ شك. احسنت، بارك الله فيك. شك. ابا شك كده يقين، جيد. إذن أعتقد أن الله واحد، يقين. أعتقد أن القرآن كلام الله، يقين. لكن لو أنا أقول أعتقد أنه إندونيسي، أعتقد أنه إندونيسي، هل هذا يقين أو شك؟ شك. ها إخوان أخوات سمونيا، هل هذا يقين أو شك؟ يقين. مثال، لو كموته هذا الرجل من إندونيسيا، لو أنت تعرف أن هذا الرجل من إندونيسيا وأنت تشاهد مثلا كيتيبي، يا تشاهد الكيتيبي، جيد. إذن هذا إندونيسي. لكن لو أنت تشاهد رجلا من آسيا، جيد، وأنت لا تعرف، أنت لا تعرف هل هذا إندونيسي أو ماليزي أو تايلاندي، الله أعلم، فنقول أعتقد أنه إندونيسي. ولكن هل هذا يقين أو شك؟ شك. شك. طيب مثال آخر للشك، طبعا هنا هذا شك، جيد. طيب مثال آخر، لو أنا قلت مثلا تغيب أخي بو، مثال تغيب عن الدرس، تمام؟ تمام. نحن لا ندري، نحن لا نعرف لماذا تغيب هو، ثم أنا أقول أعتقد أنه مريض، هل أنا أسكن معه في البيت؟ لا. لا. هل أنا أعرف بالضبط؟ لا. هل لدي يقين؟ لا. لا. إذن أعتقد أن هنا بمعنى شك. شك، ليس لدي يقين. جيد؟ جيد. واضح؟ طيب. واضح. طيب أختي أم حذيفة، شيخ، كيف الماضي؟ يعتقد. الماضي؟ يعتقد. اعتقد. مرة أخرى؟ يعتقد. جيد، مرة واحدة. الماضي هو اعتقد أن، يا المضارع يعتقد. يعتقد، أحسنتي. الأمر يعتقد. يعتقد. نعم، يعتقد. مصدر اعتقاد. اعتقاد، أحسنتي. هنا شيخ شيخ. نعم. Saya masih bingung maknanya untuk syakun itu apa ya, Syekh? Ya, baik. Masih belum paham. Ya, buktiran ya. Misal, mata tushahidina al-shams? Fi sabah? Naam. Atau fi masa? Atau fi layl? Fi sabah. Fi sabah. Ya, baik. Kalau ada orang, dia bilang, saya lihat matahari di malam. Oh, syakun. Bisa?
Tidak bisa ya? Enggak. Kenapa? Karena matahari di pagi itu yakin 100%. Ya? Mi'a bil mi'a. Jayid? Baik. Ya. Tapi kalau ada orang dia bilang syahadtu, dia bilang ya, dia bilang syahadtu al-qamara fi as-sabah, bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah itu yakin enggak? Enggak. Ya, baik. Kalau saya tanya ukti Aisyah, ukti Rania. Kalau saya tanya, apakah ukti Rania belajar bahasa Arab di bulan yang di depan? Ukti Aisyah, Ustaz, saya tidak yakin, tidak mutaakid. Allahu a'lam, sahih? Sahih. Jadi itu 100% enggak? Enggak. Enggak, sahih? Mungkin ukti Aisyah, ukti Rania, hiya tadrusu al-shahr al-qadim, akan belajar bulan di depan, mungkin 60%, ya? Atau mungkin 65, ya? Jadi itu syak. Tidak yakin, ya? Baik. Kalau contoh yang sebelumnya itu yang a'takidu annahu indonesiyun, kenapa syak? Ya, yeah, kenapa? Karena saya tidak tahu mungkin itu dari Indonesia atau dari Malaysia. Karena Indonesia dan Malaysia bersama ya. Mirip. Ya? Yeah? Annahu kalau orang dia. Arab, kalau orang Arab, ya? Yeah? Semuanya Indonesia, Malaysia, Thailand, semuanya Asia. Kita bilang Asia. Oh, iya. Tidak tahu. Itu Indonesia, iya. Itu Malaysia, itu Asia. Itu Thailand, ya? Iya, jadi itu syakun. Tapi kalau saya lihat paspor dan ada orang Indonesia. Oh, Indonesia. Itu yakin. A'taqidu annahu Indonesia. Yakin. Ya? Baik. Kalau annahu itu dia atau kamu? Anahu dia ya. Oh dia. Nah, syukran ya Syekh. Ya, afwan. Baik, ba'da dalika wa yaqul a'taqidu annaka anta ya lam tattabi'il himyata. Lam tattabi'il himyata ya. Baik. Ma ma'na kalimat himya? Himyatun, ha. Dia bukan Syekh. Ma ma'na himya? Diet bukan. Ah, ini dalam bahasa Indonesia diet ya. Iya. Misalan aqul, misalan Muhammadun yattabi'u al-himya. Ma ma'na Muhammadun yattabi'u al-himya? Muhammad yaf'alu al-himya. Yaf'alu al-himya. Ya. Baik. Misal, Ustaz, ما معنى الفعل يتبعوا؟ يتبعوا. مثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. يا كليان هروس صلاة سبت سايا. جيد؟ طيب. إذن الفعل يتبعوا بمعنى يفعلوا مثل أبا؟ يفعلوا مثل مثال لو أنا أقول المسلم يتبع النبي bagaimana Ustaz? Yattabi'u nabi. Misal, an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu min al-afdal qabla as-salah an naf'ala as-siwak. Tahu siwak ya?
تو. طيب ممكن بعض الناس يقولون لماذا لا نفعل السواك بعد الصلاة؟ لا، نحن نتبع النبي، نفعل مثل النبي، نفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مثال آخر برهاتي، كان انتبه. مثلا في المسجد، في المسجد أنت لديك طفل صغير، يا الطفل لا يعرف كيف يصلي، ديتيرته bagaimana caranya salat، هو لا يعرف كيف يصلي، ولكن ماذا يفعل الطفل؟ يتبع الإمام، meniru. هو يفعل مثل الأب، صحيح؟ صحيح. dia lakukan dia salat seperti ayah dia. إذن أقول ها الطفل يتبع الأب في الصلاة. الطفل يتبع الأب في الصلاة. أتنيا صلاة دي صلاة سبرتي أهدية أتو دي لكوكن سبرتي أهدية، يا. طيب مثال آخر، لو أنا قلت بلاتي كان، لو أنا قلت الكافر يتبع من؟ الشيطان. يتبع الشيطان. هل الكافر يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. لا. الكافر يتبع الشيطان. يتبع الشيطان. جيد. إذن كلمة يتبع مثل follow، follow، يا. طيب أختي رانيا جملة. الطالب يتبع المدرس. يتبع المدرس، ماذا تقصدين؟ ما المعنى؟ murid-murid mengikuti gurunya. يفعل مثل الأستاذ، صحيح؟ يا yeah, صحيح. أرتنيا لكو كان سبتي أستاذ. نعم. صحيح؟ طيب أختي فيني، أختي فيني. نعم يا شيخ. تفضلي. بسم الله. البنت تتبع الأم. البنت تتبع الأم. تتبع الأم، صحيح صحيح. البنت تفعل مثل أم، تفعل مثل الأم. جيد ما شاء الله. طيب أبو رفيف. الزوجة تتبع الزوج. تتبع الزوج، سنت بارك الله فيك. معنى ذلك هو يقول أعتقد أنك لم تتبع الحمية، لم تتبع الحمية. أتنيا يعني لم تفعل ديت، يا لم تفعل ديت. ديت. إذن عندنا يتبع الحمية، يتبع حمية الحمية. في اللغة العربية لو أنا أريد أن أقول دي لك كان ديت، جدي يتبع الحمية. طيب من يتبع الحمية يا أخي أرينتو، السمين أو النحيف؟ السمين يا شيخ. إذن كيف أقول هذا في جملة؟
السمين يتبع الحمية. السمين يتبع الحمية. يتبع الحمية. جيد. طيب السمين يتبع الحمية. طيب مثلا لو لدينا رجل وهو لديه الضغط والسكري وهو ليس سمين، ليس سمين، هل هو يتبع الحمية أو لا؟ نعم نعم لابد. لماذا لابد أختي مرني؟ إن خفض الضغط. جيد. طيب كيف نصرف هذا الفعل شيخ أرينتو؟ يتبع أمر تبع اتبع اتبع المصدر اتباع اتباع. حسنت. اتباع. جيد. اتباع جميل ما شاء الله. طيب بعد ذلك هو يقول أعتقد أنك لم تتبع الحمية. طيب ماذا قال المريض أختي أم حذيفة؟ نعم ماذا قال المريض؟ قال المريض هذا صحيح فقد هذا صحيح فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. السكريات مثل حلوى. ماذا؟ حلوى، كعكع. طيب النشويات مثل النشويات مثل النشويات الرز وخبز دقيق. طيب الدهون الزيت الدهون لا أدري ماذا الدهون. طيب انظر في الواتساب. نعم ما هذا؟ اللحم. هذا لحم صحيح؟ ما لون اللحم؟ ما لحم؟ ما لون اللحم؟ أحمر. أحمر. يوجد شيء أبيض صحيح؟ صحيح. صحيح. هذا في العربية اسمه دهن. دهون. لمقي. فات يا. بالعربية اسمه دهن. دهن مفرد والجمع دهون. دهون. فات يا شيخ. ماذا؟ معنى فات. أها نعم. هذا هل تشاهدين أختي رانيا هل تشاهدين في الواتساب؟ نعم. هل في الواتساب أختي رانيا؟ يا سيدي شيخ. اللحم أحمر دجين مراح يا دان. الدهون بوتيه بيضاء أبيض. طيب طيب إذن مثلا إذن عندنا اللحم الأحمر تدأدى دهون يا دان اللحم مع الدهون تمام. ماذا تفضل يا أخي بو؟ أخي بو أفضل اللحم. اللحم الأحمر فقط أو اللحم مع الدهون؟ اللحم مع الدهون. مع الدهون جيد. قليلا جدا فقط. قليلا لا بأس. جيد. شيخ نور قادم أو يا شيخ
ماذا تفضل؟ أفضل اللحم الأحمر. لا تفضل اللحم مع الدهون. أفضل اللحم مع الدهون ورحمة ذلك قليلا يا شيخ. جيد. طيب أخوات ماذا تفضلنا يا أخوات؟ اللحم الأحمر بدون الدهون. جيد. حذيفة ماذا تفضلين؟ لا قليل فقط، لا أحب اللحم شيخ. أنت لا تحبين اللحم؟ لا. ما شاء الله. طيب أحب السمك. ما شاء الله. أختي رانيا ها؟ ماذا تفضلين؟ اللحم الأحمر شيخ. اللحم مع الدهون. اللحم الأحمر. اللحم الأحمر جيد ما شاء الله. طيب إذن هو يقول فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات، إذن لماذا ضغطه مرتفع؟ ها لأنه لماذا ضغطه مرتفع؟ لأنه لا يمارس الرياضة كثيراً. تناولت كثيراً ولم تمارس ولم يمارس الرياضة. هو تناول كثيراً من السكريات والدهون والنشويات ولم يمارس الرياضة. جيد. طيب إن شاء الله سنتوقف هنا إخوان أخوات. بارك الله فيكم. وفيك بارك الله الشيخ. طيب سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.